Listen. Will you listen? شكون ولدي؟ تا واحد. قلت تا واحد. تطلق مني. أمي قلت لك دخلي. سميتي الحسن مربوح، غتكون عندي 23 ولا 24 عام. قريت مع النصارى وملي مشاو ما بقى والو في هاد الفيلاج. المهم يلا قتلت با، ما كنتش باغي. الا جيتي تشوف راه مات بوحدو، ولكن كيبان ليا بحال عاونتو شويه. مشاو خلاني صغير، تا كبرت عاد رجع. دابا خصني نمشي من هنا باش ننسى، باش ما عمرني نبقى نجبد هاد الهضره. مشيت لطنجة، بغيت نحد المغرب على الله، تما نعود كل شي من جديد. في طنجة كان عايش صاحبي عمر، كان عارفه من الصغر، كنت عزيز عليه بزاف وخا ما عمري درت شي حاجة. نهار عرفني جاي فرح بزاف. مشيت لطنجة باش تانا نولي راجل. هو المهم بقات حاطة عليه العين وانا ضرب واحد ثلاثة ولا أربعة ديال الكويسات. زيد ما بقيتش عرفت واش كتشوف فيا ولا كتشوف في البارمان. هي وهي تم جاية عندي بنت لها مغربي وانا عارفها من دوك الصبليونات اللي كيعجبوه. مشيت عندها قلت لها عندي لك واحد الالماني زعما عنده الفلوس، هي تقول لي اي سو نازي. شوهاتني وصل الكازينو، وصل الكازينو شوهاتني.
بغيت نشوف الطبيبه ولدي. شريفه حنا غنتكلفوا بها. اها واش دابا اي واحد الماني نازي عرفتي شي مرات كيطراو شي حوايج ما كتحضرش ليهم؟ علاش من حوايج كاع ديال شويه عمر شتي شويه عليك اسيتي يلا باقي كتشوف هانس ما يصلحش لك هذاك راه طريق وخاوي ابعدو عليك دوزت الشهور ديال العاده في فرنسا وما قرش هذاك هو الراجل ديال الرجل عندك انت اذا بغيتي كيدوز الحبس تكاشني فيها الدكتور غادي يشوفك امشي عليك بشوي السلام عليكم سي عبد السلام راك بخير دابا الحمد لله درتو لي السيروم مازال دوك سي با لا بين قلتي لنا نجيبو قلت لك سي با لا بين سيد ولا لاباس خولي البلاصه بركا مقصح يا دكتور واش دادي نعم سيدي ما كنفهمكش سيدي مريض شويه ولدي بلاتي يا سيدي اسمح لي سيدي ما نقدر ندير والو يا عمرو ندير هذه البركه ندخل بها للدار غدا ان شاء الله مع الربعه جي يكون الخير انا جي وغادي ندوزك اللي جيتي سول على الحسن الحسن غدا دوز لي جوج مليون Dis donc, toi, c'était de l'eau hier, hein? Alors, tu me fais pas la bise? Ah. C'est bien. Omar, je t'ai fait venir parce que j'ai besoin de toi. Et tu vas pas faire les cons sur cette histoire. J'ai un ami en insuffisance rénale, un docteur en médecine. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein? Il faut que tu m'y trouves un rein pour après-demain matin. Faut pas te dire demain matin. Un rein? Un rein, oui. Ça va être très difficile. C'est pas compliqué. Tu as 5000 dirhams pour toi. 5000 pour le toubib qui va faire l'opération. Même au Garcino, tu gagnes pas ça. Hans, c'est une nouvelle pratique. C'est une technique qu'on ne maîtrise pas ici au Maroc. C'est très risqué. Je vais pas le savoir. Combien de personnes vous ne soignez pas? Tu crois qu'ils vivent longtemps? Je les ai vus, moi, à Soukpara. Ils vichent un peu quelques mois, puis ils crèvent. Omar, tu tues 20 personnes par jour sans les savoir. Tu peux au moins sauver une vie pour de vrai. Ok. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. C'est bien. On ne sait pas de quoi demain est fait. Salam. Je compte sur toi. Son las 7:06 en Canarias. Noticias gubernamentales. Ayer el general Francisco Franco, caudillo de España, ordenó el cierre permanente de la verja. Sí, ¿qué pasa?
كي ماشي مشكل انا غادي نحاول ندوزك دابا يلا نحل مين جاي سيدي ايت محمد ايت محمد واش جابك لطنجة القارة ولدي قارة هاد البنية جات معاك ماما هي اللي قالت لي نعاون باشتي مزيان انا غادي نتهلاو في باشتك الدكتور غادي يشوفك يكون الخير ان شاء الله جلس لداخل نعم صافي دخلي توحشت ماما انت غتشوفي ماما كم دابا شي حاجه هاني جي شكون كيدير هذا شكون هذا شكون اللي جابو دخل دابا السي الحسن الرادات الاخرين اللي جايين قبل منه اسمح لي يا دكتور نزل عليه شويه الحال وجا من بعيد الا كان ممكن اوكي داكوغ واخا شكرا دكتور شو سميتك نينا اجي معايا اجي الدكتور غيتكلف باش دايم الله الله يرحمه دازو ولا يلاه دخلته بصحته في الصباح عمر يلاه دخلته مقاد كحرم الدكتور الوزاني ما كيرحمش كيفاش ما كيرحمش انا دخلته لا صرعه ما تخافيش با جدي مازال غيبقى معنا شويه عندك الخيرية أنا يلا نتحركوا يلا مينا كمان تفندو يلا مينا Señoras, señores, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il nous vient de très très loin. Je vous demande une ovation à Omar et Larsson. Merci. Money.
Quelqu'un? Ah, tu es là. L'opération est terminée. Ça y est, c'est disponible. Mais tu me fais plaisir, Omar. Tiens, prends, tu l'as bien mérité. Ce sont des militaires espagnols qui viendront les récupérer ce soir. Mais prends, je vais rien te demander d'autre. Juste mon kiff habituel. Je vais jouer avec ça au casier. Tu mérites. Un prix Nobel de la paix pour ce que tu as fait. Tu entends? N'est-ce pas, Bobby? Qu'est-ce que tu en penses? Hassan. Alhamdulillah. Dis-moi, le baraka. Bismillah, bismillah, bismillah. Hi. Pedro. Docteur, comment ça va? Merci, vous allez bien? Ça va? Je vous accompagne à votre table rituelle. Ah oui, oui, bien sûr, la même. Allez, occupez-vous du docteur, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. 5 000 comme d'habitude. Merci. À la table. Très bien. Un whisky avec deux glaçons. Monsieur Dalton, bonjour. Rien ne va plus. Monsieur Dalton, bonjour. شتك عمر ما سخيتيش بلي جوطون ديالك خايف لا تخسر انا بعدا واخا نلعب شاك جوغ ما عنديش مشكل راك دخلتي معنا للوجو ما تخويش بصاحبك حاشا اون فيغا مني ما يبقاوش عندك لي جوطون انت كتعرفني ماشي اول مره كنلعب ولكن اول مره خدمت معاك داكشي علاش خصك ديما تجي تبقى تلعب لا بروشين فوا غتجي توقف معايا هنا ماشي تما ماشي دابا فات بوجه درتها مره وحده المره الجايه ما غنعاودش في وين بقى يلعب بنادم بالنسبه لي انا بنادم دي جوتون وحتى انا ملي كنكون في لوبيتال انا ان جوتون علاش باغي توصل بهاد الهضره؟ باش غيفيدك فرملي بحالي؟ اش غيزيدك؟ فرملي شكون قال لك انا كنقلب على فرملي؟ Il me faut un salopard. C'est qui le salopard entre vous? شكون هو السالوبار؟ ها؟ دونك ولينا جوج على هذا الحساب انا ما دخلش معاكم في الهضره هذه ما دخلش معنا لا طلع عطاه هو مالي والو في هادشي شكون اللي دخل لينا لو فيو وديك البنيته الصغيره شكون بورتون مسكين ما كان عنده ما يدير تما الله يلا بقى فيها كان عنده ما يدير تما ها هو دابا الحسن تو فا بيان نينا خاي حسن شكرا الله يحفظك ارجع تعطلت عليك شوف انا اللي دخلت في هاد لافير مين تسناني تمانيش انت اللي ما بغيتيش هادي افير هادي كنطرا فيك في بنادم مع الوزاني راه ما عندي مولا دين لا من لا نخليك في دوك لي زافير ديالك ونشوف فين غتوصل شك صح تقول انت افير افير هادي افير هادي راه بنادم كيموت صح بنادم كيموت سير فسر ليها انت قول لها شي حاجه هضر معاها ذاك الراجل عنده 80 عام والكلوه ديالو عتقنا بها واحد اخر
ديك الهضره ديال هانس راه ما عندنا ما نديرو بها، وهذاك راه كان جده. مالك ياك لاباس؟ ما نقدش. كيفاش ما تقدش؟ ما نقدش نكمل معاك. كيفاش ياك ما باغي تخوي بيا؟ الحسن. مال الحسن؟ الحسن مشى وما بقاش غادي يرجع، وعارف انا كلشي. كيتسحبني شي حاجه اخرى. انا عارفك صار البار، وانت اللي غتعرف ليه. داكوغ؟ ايوا تصرف. تهز هادشي كله؟ لا ما غناخدوش كلشي، غناخدو غير الباليزات. هادشي ماشي ديالي. مشي قود هانسي، مشي قود وديك الهضر ديالو وديك الوزانة حتى هو صافي. شكون صاحبك؟ شكون كيتقاتل على ودك؟ أنا اسمع، أنا مش كنرطب معاك، أنت راك صاحبي. هذيك الهضرة ما عندي ما ندير بها، أنا سير قولها لهم هما. أنا عارف أش كتفكر بنادم، أنت كتخاف مني ياك. اسمع، ما عندك مناش تخاف، أنا قاد بشغلي وعارف اش كندير. شنو كنهضر معاك وانت كترعد غير بوحدك؟ حيت ما عندك ما تقول. غادي في حالي يا عمر،
نمشي في حاجة. شو غادي؟ غادي نديها دي لما ولا نخليها هنا. شتي بحال انا عزيز عليك حتى هي عزيزة عليا. ولا انت اللي كيعزو فيك عباد الله. واخا اسمع الحسن قولي غير متى ترجع. عمر ما راجعش. انا نخلي لك طنجة بوحدك دير فيها ما بغيتي. انت هاي طنجة خذها. شكون صاحبي؟ داك شو سميتو اللي كان كيغب الكارطة. شتي هاد الكارطة هادي؟ شوفها مزيان، شوفها مزيان. ها هي غبرات بحالو. وراك شكادير، وراك شكادير. زهرة زهرة مينا بنتي توحشتك توحشتك. شاد الحوايج شاد الزاز وشاد الزين توحشتك بنيتي. السلام عليكم مرة الخير. جيت نجيب لك بنتك. راها مرة قد ما جلست غترجع لبلادها. يلا رجالي ما كيرجعوش. بغيت نقول لك الوالد ديالك راه مات. عارفه بركه فراسك على الله. بركه فراسك. حنا تعلمنا نعيشو بوحدنا هنا. يلا رجالي ما تيقدوش على هاد البلاد. ما حنا ولفناها. يلا غادي نخليكم باقي عندي الطريق لمول ابراهيم. دخل ارتاحي الا بغيتي. رقية وجدي لي شي برد ديال اتاي. بارك الله فيك لالا. زيدي زيدي مرحبا. ولا عزيز عليك هاد الحسن ياك. ولكن بنتي راه خصو يمشي فحالو. لا ما يقدرش يرجع لطنجة حيت راه مخاصم مع كلشي تما. إمتى مات؟ مات شي سيمانة هادي. مكرهتش كنت تدفن هنا ولكن غالب الله. واش تعذب؟ قالت لي بنتي باللي درتي لي عليك رحم والديك وجيتي من طنجة وجيتي حيت تخاصمتي مع طنجة كاملة ولا جيتي غير باش تجيب لي بنتي؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صافي نجمع. واخا تشوفها بحال هكذا
راه حنين غير الوقت اللي قصها بلا بياكو راه حنا كنموتو بالجوع في هاد الدوار وقاعد عيالات اللي كتشوف الدوار ما بقى عندهم غير الله عمر شي راجل ما عاود رجع ودابا حتى با حتى هو مشى حتى هو مشى بلا ما يرجع فين غتكون مشات دابا غتكون مشات لضربة اللي في الخرجة ديال الدوار تعلمنا نعيشوا بلا رجال في هاد الدوار شحال شقينا وتعذبنا من يامات مواتنا وجدودنا عمر الفرنسيس ما حطوا رجلهم في هاد الارض والنهار وصلوا لهاد الجبل سول امك اللي كبرت هنا تعاود لك علاش قادات العيالات عمرني ما فهمت علاش الرجال كيمشيو بلا رجعه وحنا زعما صابرات Salut, mon grand. Je suis bien arrivé à Marseille. Ça fait tout drôle de revoir la France après autant d'années. On dirait que rien n'a changé. Ou alors, c'est Angers qui va trop vite. On a bien reçu notre première livraison, mardi 20. Tu n'oublies pas d'aller chercher ton argent chez le transitaire. Il s'appelle Kassem Akalai. Il t'attendra au port de Tanger, sous l'entrepôt numéro 3. Un jour, je t'enverrai voir l'Europe. C'est lent, c'est vieux, mais c'est tellement beau. Je t'embrasse, mon garçon. Hans. Mon cher Hans, j'ai bien reçu ta lettre. Et si les choses avancent tranquillement, même si le chemin pour y arriver est souvent tardi. J'ai appris avec toi le goût des risques et le courage de voir les choses positivement. Je me le répète, je ne tue pas, je sauve des vies. Je construis un système de santé encore inconnu avant ça. Je repense à cette nouvelle chanson d'Aznavour qu'on entend souvent à la radio. Celle où il répète que la misère est moins pénible au soleil. Avec le docteur Ouazzani, nous prenons soin de nos patients. La première fois où j'ai récupéré des hommes dans les champs, ça m'a fait bizarre. Mais aujourd'hui, même les hommes qui ne servent à rien servent à quelque chose. Je le savais qu'il fallait beaucoup de courage pour sauver des mutilés de guerre. Mais nos hommes se rendent sans difficulté. Le deuxième lot a été envoyé ce matin à travers la Compagnie Générale Transatlantique. Les boîtes attendront dans les frigos de Marseille vers le 25 novembre. J'espère te revoir vite à Tanger. Omar. هاد الحيوطة هما فين كانت نفسه هنا بعدا ما كانش اللي كيدير فيك الشوفة الناقصة ما برا يخليهم يدويو تايعياو هادوك غرجال في الاخر كاع كيمشيو هاد العيالات ما في حالهمش ولكن راهم يتقاتلوا حتى الموت على ودك وقفوا معنا في ساعه الحزه وساعه الفرح
حيت عارفين ساعة الفرح ديما كترجع. راجلها مشى، باها مشى. إلا كانت ساعة الفرح كترجع بغيتها تفكرني بها، تانا عمري ما غادي نعود نرجع، عمري ما غنرجع لطنجة. يمكن حياتي هنا، يمكن الرجلة ديال بصح هي هادي. Mon cher Omar, j'ai bien reçu ta dernière lettre et tes caisses me sont bien arrivées à Marseille. Je suis content que ça se passe bien pour toi. À ce jour, 12 personnes ont été sauvées. C'est un bon début. Encore 6 jours avant de rentrer à Tanger. J'arriverai peut-être avant cette lettre. Le Maroc me manque. سامر الباطو ديال السي قاسم راه وصل. دخل ديك الطوموبيل. اهلا سلام صافا تو بيان. شحال شي تمي؟ شحال؟ 12000 اون بتيت كوبيغ شوف 12000 درهم ما كامل حتى نص داكشي اللي اتفقنا عليه. واش غتبقى تفلو عليا؟ صاحبي ما تيتينيغ هناك دي جوغ 10 ايام 20 يوم ولا في شهر. شوف الله يرحمني ولدي انا ما غاديش نبقى نعتق في عباد الله والناس كتموت ليا. وعندك شوف عندي لك حل. الميزون تيت ميزون ديال الاسبانيول راه مشوف حالهم باعوا لينا. شوف ما غاديش نبقى نضيع الوقت معاك سمعتي. اجي اجي او اتون اتون مصطفى اجي يا صاحبي اجي اجي فين زلك فين؟ تو سي جو تو بروبوز اون ميزون. Une maison au bord de la mer. Tu sais ce que ça vaut dans 10 ans ça? Voilà, c'est un investissement, la bibi, le flou, c'est avec chi. Smaï, elle me barre la dar, le walo, elle me barre le ski. Aïe, 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 je trouve que j'ai les papiers ici, l'acte de propriété qu'elle est là. Il suffit de le remplir. Là-bas, où je. Je veux dire que ça l'a. Oublie ton argent, il y a 10 jours, oublie-le. Elle a une sorte de garantie. La maison, ou 50% dans un mois. Une dar, ou une sorte comme les 50 000 euros. Exact. ودابا جو رومبي يلاه تلفون الدري تلفون الدري يلاه بالك 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 كتبت لي سميت الحسن. شكون الحسن؟ واحد صاحبي كنت الله فيه الحسن مربوح. شغلك هذاك حسن مربوح اش راه فياك؟ من هنا صار غتجيب له دو نتلاقاو في المرسى مع الخمسة مربوح بقى شرفة. خرج معاك هذاك الشاكوش. شوفي شوفي راه غادي يكون غير المركوب. الحسن الحسن شتي عندك خوك. انا جازو كنضربت 10 سوايع ديال الطريق وكنبدا ندخل في الجبال وكنبدا نشم ريحه البليده. زوينه هاديك بغيتي متوحشيني. انت كتقولي جيت بيدي يا خاوين ضحك ليا ضرب سميتك بوحدك حدا البحر جوج خطوات وانت فيه حدا طنجة عندك كلشي كلشي ديالك الحسن جوج خطوات وانت في البحر. سمعتي يا الحسن؟ ها مالك
نقولوا المره الاخرى كنتي دايخ كاعي دارت بك الوقت تكلختي او بغيت تبقى عايش في الحفره هدوي معايا بغيت تبقى في هذا الوسخ باش بغيتي لجاي لجيتي عندي لجيت انا اللي جاي عندك انا اللي جاي عندك ولا انت اللي جاي عندي لطنجة انا اللي وليت جاي ماشي انت اللي جيتي عندي كتقلب عليا نعاونك انا اللي جيت عندك لطنجة باش نعاونك الحسن تفكر انا اخوك عمر صاحبي اللي وقف معاك نسيتي لا تاع عمر عمرت اتاي الا بغيتو تشربو صافي ندخل يا الزهرة نجي شكون تخيتي ما تقولش لي غادي نمدك البروشة عمر جمع راسك راك تدوي على مرتي جمع راسك عمر صافي هو اوكي مبروك واخا ما عرفتيش عليا بزني من الخرج خصك بغيتك انت الحسن بغيتك ترجع معايا الحسن مشيو هناك بجوج ندخلو الكازينو بجوج نسكرو بجوج واش ما كتسمعش انا ما غاديش نخدم معاك انا وياك ماشي بحال بحال طرقنا تفارقوا شحال هادي عطيني باتساع قول لي قلتي لا دخيتي باللي سكاتك ولي تخربها في قبل انت كتخربق عمر قصحيتي ها عندك الحق ما كنتابوش كنتابو في حاجه وحده انا كنقتلو ولكن انا يا كنقتل ولكن ما كنحويش بناتهم بحالك قوات قود عليا من هنا قود عليا قود ما بغيتش نرجع الله يتندمك بالله الحمار بغيت عيش بالخنز الشرتيله صباح دار مع العياس باش نجمعوا الكركاه وقال لك زينه حلفات باش تمشي معنا ما عرفتش انا شنو غندير معاها سي حسن لا بقيها على سلامتك بخير كوصلتي مزيان كدا الصفر الحمد لله كلشي كان مزيان بخير يلاه صيفطنا السلعه الاولى في المرسى هاد السيمانه صغير دابا انت تبيع الطرف الارض ديالك باش نسكنوا في الدار بعدا نديروا دارنا الزهرة قولي شي حاجة اش بغيتي ندير نقتلو راه خصنا نساو داكشي اللي داز نعاودو من الاول بحال نهار تلاقينا ولكن خصنا الصبر خاصك تعاونيني كيفاش غنسى كيفاش غنبدا من الاول وهادشي ديال من ما عرفتش الحسن شحال من شهر ونتي حامل باش نعرف شهر وانت جالس عند امك خمس شهور وانت غير مسافر انت اللي خصك تسول راسك حسن سير في حالك ما خصكش تكون هنا هاد البلاد ماشي ديال الرجال هاد البلاد غير كتهربكم حسن بغيت طلاق طلاق سراحي وسراحك انا ما غاديش نخليك عمر صاحبي كان عنده الصح انت انا ماشي حيت كتبغيني انت انا غير حيت كتحن فيا انت غراب وجايب معاك النحس بديتي با وبغيتي تسالي بيا انا ياك واخا غادي نمشي باش ندير لك خاطرك ولكن ما غاديش نخليك ما غاديش نخلي مراتي Là, j'ai compris que quand on quitte ce village, on ne peut jamais y revenir. Attends. À chaque fois qu'on en parle, tu rajoutes quelque chose. Tu crois qu'un jour, je saurai tout ? Laisse tomber, c'est compliqué. Hassan, ça a l'air de te prendre la tête, cette histoire. Tu dois faire quelque chose. Moi, je veux bien t'aider, mais bon, tu me racontes pas tout, alors. Tu me sors les infos au compte-gouttes.
Tu veux vraiment savoir? Viens, je vais t'expliquer. Ok. C'est pas possible, faut que ça sorte. Monsieur, il est des comportements devant lesquels il est difficile de fermer l'œil. À l'heure où je vous écris cette lettre, un immonde trafic d'organes sévit dans votre ville. Ce trafic est perpétré par les médecins eux-mêmes, ainsi qu'un dangereux criminel répondant au nom de Omar Foulen, infirmier au sein du dit établissement. Je dispose hélas de très peu d'informations à ce sujet, mais tout ce que je peux confirmer pour l'heure est l'extrême dangerosité de ces individus. Ma déontologie m'interdit de signaler mon identité. Appelez-moi Mustapha, bien cordialement. Oui, docteur. La salle d'opération est là. Mais où est-ce que c'est là? Je suis là. Abdullah Dari. Nourdin Msifi. Abdeslam Nasseri. Yalla, t'y oumali. Yalla. كنت باغا نبيع واحد البلاد ديالي وواحد النهار قالوا لي ما بقاش ديالي مربوح فين كنتي لالا هاد المده كاع كلها هي ما سولتيش في هاد الارض ايوا الشريف راه شي نهار ولدي غيولي راجل وخصو يوكل امو وما كاين اللي وقف على هاد الشيء عارفه شنو وقع في هاد الارض بعدا ما بغيت نعرف والو هاد البلاد ديال راجلي خلاها كيف ما خلاني انا بغيت غير رزقي اش كيجيك الحسن مربوح قلت لك راجلي مشى وخلاني وفين هو دابا الله اعلم طبعا ما عمرك سمعتي على شي حد سميتو عمر فلان عمرك سمعتي عليه شكون هذا؟ عمر فلان هذا هو اللي مهجنا هادي 9 سنين وحنا كنقلبوا عليه ومازال ما لقيناهش. على اي؟ انا غنعطيك واحد الورقه باش مشى للوكيل الملكي يحل معك هذا المشكل. ولكن راه الا تبين ان راجلك عنده شي علاقه بهذا الشيء هذا راه ما بقيتش مسؤول. الله يرحم والديك. سلام يلا سعيد الرئيس هذا هو القيد منك مره امام مره قيد هذه 10 ايام بزاف طوال بغيتك تعرف عليه راه ممكن يتهلا فينا اصبرك الله على سي سعيد شوف انا غنجيك شرح من اللح اللي بغيتيها موجوده واللي صعبت عليك انا نسهلها لك مرحبا كاين شي ما نقضيو ايوا ما تنساش باللي المخزن راه تابع القضيه واذا مشاو تدخلوا للبوليس دبر مخك انا ما عندي ما نعمل لك اسمع سي القيد امام جاو البوليس عيط لي انا قد بهم ولا واه لا واه سي سعيد ما غنوصلش حتى لهاد الدرجه هادي بروش نعم الرئيس وصلوا نوصلك شوف راني باغي غير نعاونك غير قول لي فين وسطك ديال الحشيش سير صلي لك شركات ايوا دابا كتحيني
جلس. Marrakech, Gigi. Mais ça va pas, t'étais où? Comment ça, j'étais où? Putain, je t'ai appelé 20 fois, tu réponds pas. Mais calme-toi un peu, qu'est-ce qui t'arrive? Ta mère m'a appelé, ton père est à l'hôpital. Elle t'a dit quoi? J'en sais rien, il est à Casa, il est à l'hôpital. Mais, je... mais que l'hôpital, où ça? Mais je sais pas, je sais pas. Putain. Elle répond pas. Elle répond pas. انا اخذ شو عندي؟ 100 درهم بابا صافا؟ حبشوي عليك حبشوي عليك مرحبا بولي صافا؟ على سلامتك الله يسلمك شناك؟ انا توحشتك وليده هذيك؟ وليده؟ اه ماما اه مبروك عليك الماستر الله يبارك فيك الله يبارك فيك ان شاء الله بالدكتور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بابا طمين مالك شو واقع هذاك السيد اللي خرج دابا جي ناسي شكون هو هذا ردوني في الناس شكون هو هذا البوليس طمين يزون فو ما خلاهم ما داروا منعوا لي نخرج من البلاد حرموني من رزقي حبسوا لي فلوسي ما يخرج الحق هذاك البوليسي ثلاث ايام هادي هو تابعني حتى للسبيطار قال لك سيدي شي ترافيك في الشمال انت مالكم من الشمال والو ولدي غير كنت خدام في طنجة Ça tombe bien que tu sois là, il n'arrête pas de demander après toi. Il veut juste toi. Et toi, ça va? J'en peux plus. Maman, je suis désolé de te dire ça, mais je vais devoir te laisser toute seule et partir dans le sud. Dans le sud, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Maman, écoute-moi. Je viens de découvrir comme quoi papa avait une vie avant toi. Ça, je le savais, mais on n'a pas besoin de parler de tout ça maintenant. Mais... Je veux pas que tu parles. J'ai tellement besoin de toi, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, arrête de pleurer. Écoute-moi. Qu'est-ce qui nous arrive hein? Maman, écoute, s'il te plaît, il y a un truc qui cloche et j'ai envie de découvrir la vérité. J'ai pas envie que papa se fasse avoir bêtement. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. وسلام على المرسلين عاونوا عاونوا سير عاونوا زيد عاونوا ان الله لا يحب كل مختال فخور اصاحبي صدع عن الطريق ربي يفرج عليك شكون قلت لك اللي الله مبروك عليا Thank you.
غادي خدي الفلوس وسيري نوضي. صافي هادشي علاش بغيتيني؟ هادشي علاش عيطت لك؟ ولا بغيتك مره اخرى على شي حاجه غادي نعيط لك. فين يا امي؟ فين يا امي؟ حفيظه فين يا امي؟ مي 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 نعم وليدي ما كدغيا رجعتي تاني. واش انا غير نخوي الدار نجي نلقاها مقربله دار داري وندير فيها اللي بغيت؟ دار دارنا ماشي ندخلوا نلقى فيها ناس ما تنعرفوهمش. انا لا كندير العراس في داري باش كنصور طرف ديال الخبز حلال وليدي. وما تنساش بلي هاد الناس ديال الدوار كلهم فيهم خوتي وفيهم حتى ولادي. هادوك ولادك انت، اما انا ما عندي ما ندير بيهم ولا ما كانش عندي خويا راه بسببك. عندك 40 اراجيك البولو 40 خو ماشي واحد ولا جوج. نسيتي بلي انا مربي كاع لي تما ديال الدوار؟ وزعما طفرتيها من اللي ربيتي لي تما ديال الدوار؟ راه طامعين فيك. ناري دورك نهاري روب لك هذا هذا تعرف بلي كنت امك وكنت حتى باك. 40 عام ساعش يكون ولدي. صافا شيري. الو Ouais, je suis désolé, c'est venu comme ça. Mais qu'est-ce qui te prend d'aller comme ça, bouchdak au bout du monde? Elle va bien, maman? Écoute, elle a besoin que tu sois avec elle. D'accord, d'accord. Tu peux rester avec elle un peu? Ali, t'es sûr que ça va? Ouais, ouais, ça va, ça va. Allô? 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 Chérie, tu m'entends? Gazin Tim Garin Tim Garin Irgazin Nissen 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 Irgazin Ranuri Yawas E Hayuri 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 Reed Rila Aritrika Iwakan Iwakan خرجت مزيان شوف السلام عليكم. الله يخليك هذا واش دار الزهرة؟ هي هادي وهي كاينه دابا كاينه مينا. مينا هي انا. وشنو بغيتيها سيدي؟ عندي شي هضره بغيت نتكلم معاك انت. السلام عليكم. شكون هذا؟ ما نعرف امي. لالا انت هي الزهره ياك؟ انا هي الزهره. انا سميتي علي، علي مربوح ولد الحسن مربوح. وشنو بغيتي؟ قالوا لي بلي هو كاين عايش هنايا
بغيت نعرف عليه شي حوايج. انا ما عندي ما نقول لك، تسنى سعيد تيجي. شكون هو سعيد؟ سعيد خوك. خويا؟ ايه خوك. انا ما عنديش خويا، كيفاش خويا؟ طلع عافاك، ملي غادي يجي غادي يفهمك كلشي. Ça va? Ali, ton père ne parle plus, il répond plus. Comment ça, il répond plus? Je sais rien, il ne dit plus rien, il est dans le coma. Dans le coma? Et les médecins, ils te disent quoi? Il est en réanimation. Allô? Allô, 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 maman, allô? Putain, les autres merdes. Allô, maman, allô? Je connais que l'audit que le mot clé. هو سعيد. سعيد هذا علي خوك من باك. با اسمح العود، انا ما باغي نعرف لا با لا خويا، ما تهمني حتى شي واحد. اللي تهمني دابا هو امي ومينا وزكريا واخويا، وخويا عليا قلب. انا راه فحالي فحالك، ما كنتش عارف بلي عندي خويا. علاش جيتي لهنا؟ علاش كتقلب؟ دابا بوينا مرضو في السبيطار. هذاك باك انت، لا كان با لا مشى تزوج مشى قحبه ولا شي ولاد. سعيد اويلي اش كدير؟ هذا راه خوك. ماشي خويا. شوف داك باك مشى غير يقود، وسير حتى انت تقود، وحتى شي واحد ما يجي يفرع عليا كري. انا درت يدي بيدي. سعيد خرج بحالك. علاش جيتي لهنا؟ بنادم جاوبني، علاش جيتي لهنا؟ بانا شدو البوليس قال لك شي ارض ماشي ارض في طنجة فيها شي ترافيك. مينا اسمحي لي، ما تقلقيش مني، خليني بغيت نهضر ما بيني وبينه. جيتي انت لهنا باش تفهم. انا غادي نشرح لك. باك بانا كانت عنده واحد الارض في طنجة ولات ديالي، وهاد القصة ديالك دابا ولات تهمني. ما بغيت حتى شي واحد يجي يفرعني في طنجة. تو هاد ما غاديش يفرعك، داك الارض ديالك وتبقى ديما ديالك، ولكن انا جاي بزون كومبخوند. واش فهمتي؟ دابا داك الارض اشنو كدير فيها؟ تزرع فيها الجلبانه، وغدا غادي نرجع وغادي نديك معايا. ما تحركش ولا غادي ندم ديال امك، غادي ندم ديال امك على النهار اللي جيتي فيه للجبل. شي كامل قبل الجبانه تنضحك معايا؟ ها هادشي اللي تتشوف هو باش نصور طرف الخبز، وما يجيش كلب ديال الخلايا يهد هادشي اللي بنيتو كثر من 20 عام. فريع الراس تنقطع ديال مو من الجدر. مرهوش نعم الرئيس. فين هو القايد؟ هو هنايا.
سرعيك سنة. علي فينك؟ كيف تشوفو بتا؟ طوبير تنخل مغير تبنان كتخو ما بيت نوبل. Écoute, il faut que je démissionne pour te rejoindre, je le ferai et puis qu'il me dire merde. Allô? Tu m'entends? Allô? Allez. Zid. Ashhadu al-musiba al-msout. Machi shoghlek. Jlas. Sir nta' sanayitlek. Arsi nta? عزيز عليك الفلوس تساق الله في راسك وفي الناس تساق الله في راسك وفي الناس برهوش عزيز عليه الفلوس غير هذا قافز عليك تعاوني اما انت مخبع من مراد الدين ما عرفتش هذا اللي جبتي لي واش قائد ولا امام ولا شنو هزيديك 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 بوليس بوليس المجان مفروش عن عميض الطرق الملكي بلدي الصفار إذا لي أنت وليتي خطر علي على جيتي كتقلب علي علاش سبتك تك الزمن ديال باك باش جيت تشمشم عليا لا ما سبتنيش أنا جيت شنو بغيتي تعرف بزناز ايه بزناز ولكن بعزي سكت لامك انت اللي ما فهمتيش انت ما كبرتيش مع ولاد القحاب اللي مسميين امك قحبه ما كبرتيش مع ولاد القحاب اللي باغين ياكلوك وباغين يسرقوك ما كبرتيش ما ديها فيك حتى شي واحد عارف حاجه وحده بلي باك ما كاينش ما موجودش غادي تحماق باش تفهمو ولكن ما فهمو والو ما كبرتيش مع مرة دوزات 40 عام تتربي في ولاد الزلقه وسامحه فيك واخ 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 ما عمري ما قدر نفهمك ما عمري ما قدر نعرف انا تربيت في الدار مع والديا مع امي ربوني مزيان ولكن ما كنتش فرحان ما كنتش فرحان با ما ربانيش بحال ولد ورباني بحال شي كلب كيف كيدريسي فيه انا بغيت يربيني بحال شي كلب ولكن نكون حداه انا ولد القحبه ولكن ولد القحبه من نوع اخر ماشي ولد القحبه اللي بوكوس اللي عنده الفلوس اللي لاباس عليه انا ولد القحبه من نوع اخر علاش ما سولش فيا علاش ما قلبش عليا علاش انا نقلب عليك انا جيت لعندك هنا وكنقلب عليك انا اخوك يا صاحبي انا جيت سولت فيك دابا غليت قود قبل ما نصدق داك الشيء فضيحه 40 تاشي المركز الريس لحناش ماشي تبعني تبعني الله سيدي يلا تبعني ما بدا هناك جوج ديال الضحايا المدعو القيد ملوك احد العناصر مجهول الهويه حنا دابا بصدد القاء القبض على سعيد المدعو سعيد ولد الزهره مالك يا صاحبي حاط داكشي حاط خرج الدوره مشي اخرى انت عزاز عليك الفراده اه ولك تتشدهم بحال شي دريه ما عمر ما كان عندي خويا دابا طاع عليا واحد من السماء خويا تنجربها في امي اجي فين غادي دابا
عارفش، ولكن تيخصنا خويا هاد البلاصة. علاش؟ خايف من البوليس؟ نسى البوليس، دابا غيكونوا ملهيين مع دوك الشميت ديال الحراقة. تبعني. الراجل هو اللي تحارف بلادو. العود هادشي كاع اللي شتي تقول منه كلمة واحدة نحيك. رويج مع راسك. حبس حبس. سعيد. ما عمرك ما بغيت تعرف شكون هو باك. ما عمرك ما تقلب عليه. باك كون بغاني انا كون هو اللي قلب عليا. انا ما عمرني ما احتاجيت لشي حد. تكرفسنا مزيان ماشي بحالك انت جيتي ولقيتي كل شيء واجد. كما تيقولوا الرجال عمرهم ما تيرجعوا. جامي جامي عمرني ما قلت هذه الهضره لشي حد. ما عندي حتى شي حد كاع لما نعاود. ود العيشه اللي عايش انت دابا مازال ما طلعتش في الراس. ديما تبعينك البوليس تخافيك. ها راجل وحتى الموت تيبان لي حتى انت وليتي غادي كتشبه ليا ياك. اكشف قولي ورا ما كاينش. الو وي بونجور سوسيتي راميفيا جو فوز ابيل. قال لكم راه ما كاينش. باردون قال لكم راه ما كاينش. دابا شنو هو المشكل ديال باك؟ حتى انا فحالي فحالك. اش علاقه البوليس مع باك؟ ولا ما عرفت. انا سطوموبيل اليوم باش نكمل لونكيت. واش انت باغي تصيفطني للحبس؟ ما تخافش ما غاديش نجبد الهضره عليك اوليدي. الله يهديك عاود لي راني مهمتك. راني امك اوليدي. شنو بغيتي تعرفي؟ البوليس دوك الكلاب بغاو يقتلونا. خويا سعيد على سلامتك. راه ديما ملي كنت كنصلي كنت كنهز يدي الفوق وتنقول يا ربي تحفظ لي خويا وتجد الدنيا بخير وعلى خير. مزيان داكشي علاش الدعوات ديالك وصلوا ليا ديريكت. عاوي البلا توقف قدام الباب وما تخلي حتى شي واحد يدخل. لا شميتي ريحه بنادم جاي قولها ليا. سير اوليدي سير سير. خممت مدريتي عندكم مزيان هاد الاخ العاود. جمع راسك هذاك راه راجل بحال داك اللي قتلتي في طنجة اوليدي. انت شنو هاد الخواض اللي كتعومو فيه؟ قول لي قول لي راك بديت تشواد. الله يرضي عليك. والو خالتي راه غير واحد لافير مع الوالد فقات وصلت للسبيطار. واش تحماق ولا مالك جالس تهضر لي دابا على القتيله وعلى لافير وعلى باك؟ سير ربح انت وداك باك. خويا سعيد البوليس سعيد متبقاش تخلي عليه بحال هكداك تغنقتلك. لا راه غير مش سير قلب الدور. اجي انت السلام عليكم. علي مربوح هو هذا. شكون نتوما؟ انا كوموندون غلاب. هاكا وليتي خد هاد لاكارت ويلا بان لك سعيد خوك ولا شي حاجة في هاد لافير عيط ليا. واخا واخا يلاه انتوما قلبوا لي الدار مزيان. سعيد سي بون خرج راه مشى. شنو قلتي له؟ والو سمعت عليا هادشي قادر. شنو قلتي له؟ والو اصاحبي اسكت دابا يسمعك. قول لي واش ما عمرك ما سمعتي على شي واحد سميتو عمر فلان
لا وعلاش؟ حيت قال لك غلاب. شوف يا صاحبي، في 30 عام ديال لونكيت ديالو ديما كانت تخرج له هاد السميه. مي جابك الله، عمرك سمعتي بشي واحد سميتو فلان عمر فلان؟ لا لا لا، ما عمري سمعت بشي واحد اسمه عمر فلان. واش متاكده؟ لا عاود قالت لك ما تعرفوش. وي ماما، عمر فلان صدي كيك شوز شيغ الفونس. اوه une mauvaise soirée au casino on dirait. Ferme ta gueule. Tout ça c'est à cause de toi. Quoi moi? Explique-toi, assieds-toi. Je veux pas rester ici. Je veux partir. Maintenant. Ça ne changera pas grand-chose de s'asseoir. Explique-moi ce qui t'arrive. Attrape-le, coule le nafé, c'est à cause de toi. J'ai pas bien entendu là. Tu veux dire quoi? J'ai vu le docteur Ouazzani embarqué devant mes propres yeux. Devant mes propres yeux! Je suis dans la merde à cause de toi. D'abord, c'est toi qui vas m'en sortir. Sinon, Wallah, je te balance au flic. Tu me dis jamais ça, ok? Oui, c'est de ma faute, Omar. Et c'est peut-être ce qui va te sauver. Quoi? Je n'étais jamais obligé à collaborer avec ces enfoirés des docteurs. Ils vont te poursuivre partout où tu iras. Et un jour, ils t'auront. Et comme moi, enfermé ici. Et moi, je suis comme toi. J'attends qu'on vienne me chercher. Tu vois, pas besoin de fuir. J'ai rien à foutre de tes histoires. Moi, je veux partir. Je veux partir! Tu veux partir? Va à Septa. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Septa? Oui, Septa. Oui, il y a là-bas quelqu'un qui te doit un rein. Tu te souviens? Le premier rein. Il s'occupera de tout en attendant que tu trouves une solution. Crois-moi. Comment je peux faire? Tu vas me peindre un bateau pour y aller. Mais tu sais nager, non? Tu es bien plus jeune et plus résistant. Profite. Tu te fous de ma gueule? Non, je me fous pas de ta gueule. Tu es à une heure de nage de Septa. Tu vas là-bas et tu trouves Rodriguez. Rodriguez s'occupera de tout en attendant que l'argent arrive. Et c'est moi qui fais le mandat. Tu me fais confiance. Tu te fous de ma gueule. Est-ce que tu veux échapper à la police marocaine ou pas? Moi, c'est Rlab. Mac Ali Marbouh. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as entendu sur quelqu'un qui s'appelle Han? Qui est-ce que tu as entendu? Han, j'ai des papiers. Je vais aller au commissariat de Tanger. شيخ الفونس، هادي الشبرا مصيفطها شي واحد، اونفان كان بغي يصيفطها عمرها ما مشات، على قبل شي صاحبو مغربي لعيش بجا عندو وقع عليه شي مشكل، ماشي مشكل، بغي يخرجو من المغرب صيفطو لسبتين مكان. شيخ الفونس، جي ريدوتي سي مومون دوبوي دو زاني مانتنون. Il s'est senti comme moi, un monstre, un dévoreur d'hommes. Il a osé me menacer. Il en sait trop. Sur moi, sur nous. Une dernière fois aujourd'hui, je l'aurai dirigé vers le ravin. Je serai prêt à payer mille fois cette somme. Pour qu'il n'apparaisse plus jamais plus à la lumière du jour. J'espère que notre ami commun saura prendre les mesures qui s'imposent. Les médecins ont la parole des sages en général. Un rein greffé, ça tient normalement.
نايتو البوليس ولا الديوانة واش تحمق ولا مالك؟ البوليس لقى القب على شي واحد تما تيروفو ليه للمغرب كيهضرون على شي سبيطار ماشي سبيطار خصنا نعيطو لشي سبيطار في السبتة ادون دي فاموس A mi lugar de trabajo. ¿Y dónde trabajas? Servicio psiquiátrico militar de Ceuta, buenos días. Hola, busco un cierto Omar Fulán. Sí. Entrada al hospital con 71. Gullo Maramuglu. 171. Un marroquí. Déjame ver. Sí, sí, estoy buscando. Ok, ok, gracias. Pues sí, tenemos un marroquí ingresado en ese año. ¿Cómo se llama? Mire, esa información es confidencial. Ajá. Solo puedo decir que se encuentra en cuidados intensivos. Ajá. De querer más información, deberá pasar personalmente por aquí. Ok, gracias. Adiós. Shno? Khassna nmshiou lsebta. Ki ghadi ndir ana ndkhol lsebta? Ar dak lportable. Alo, assalamu alaykoum. Taw taw. Oui. Bghitk. Ir para no volver, ir sin destino, ir para olvidar, buscando caminos. Ir para no volver, ir sin destino, ir para recordar, creando caminos. Vengo de las arenas que bailan detrás del mar. Vengo donde la luna ilumina mi pesar. Vengo de amores ciegos, vengo de odio y soledad. Siempre de donde vengo no se regresa jamás. Ir para no volver, ir sin destino, ir para olvidar, buscando camino. Puede pasar, pero que no se olvide, solo puede estar 10 minutos. Ok, gracias. De nada. Vengo de las arenas que bailan detrás del mar. Vengo donde la luna ilumina mi pesar. Ir para no volver, ir sin destino, ir para recordar, creando caminos. Shahid, شكون انت؟ ولدي. كيفاش ولدك ما فهمتش؟ أنا باك. أنت عمر. أنا عمر. أمك. جيت بالزيت. أنت ولدتك بالزيت. حسن. جابني هنايا باش يغبرني باش نغبر بخطرة ما بغيناش نخرج من هنايا دابا انت هو عمر فلان انا هو عمر اللي كان تيبيع الترفة ديال بنادم امي انا شكون هي زهرة يا وليدي عرفتيني هنايا وجيتي بغيتي تخرجني خرجني وليدي خرجني غادي نخرجك ولي شوف بقى معايا هنايا واخا انا غنبقى معاك ما تمشيش انا غنمشي نشوف مع الفاميليا ياك تقدم معايا شي وراق وشي حاجه ونرجع لا بقى معايا ايه غنبقى معاك ما تخافش انا جاي صافي انا جاي انطونيو 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 ترانكيلو انطونيو بغيت ولدي يبقى معايا هنايا انطونيو انطونيو تلفونين سي سي غراسياس العود اشنو انا ما ندخلش يلا بنا حيدو دابا ضربنا هاد التماره كامله وانا ما نشوفوش اش غادي نقول لك السيد مسكين طالي فريخ تسطى تخيل معايا هادي 40 عام ومشدود هنا
ما عنده ولا اوراق ما عمر جا شافو شي واحد اي اون بلوس كيحسب ليه راسو هو الحسن اش بالك في هادي بون من غير هادشي امتى غادي تشوف باك انت اي العود مالك والو انا جاي سي غلاب الله يخليك نسالك سعيد شويه دابا و خلينا نهضروا على الوالد العود شنو غدير شوف حنا لا عرفتي شحال من عام وانا تنحرق الناس بغيت نبقى هنا نضرب واحد الدوره بوحدي كيفاش نضرب دوره بوحدي ما فهمتش غتفهم واحد النهار يلا ماشي خبر شوف صافي الدري مسكين غارق في الهم نضربها فيه تلا عدم باش نقول ليه نقول ليه بحمق مسطي نقول ليه انا ماشي خوك بديت نسطيه داكشي اللي فيه مسكين كافيه غير ملي هرب البوليس هذاك هو ربح Sospechoso identificado en Plaza de África. Recibido. Plaza de África recibido. Said, Policía Nacional, pasaporte. كامبيو هل لي ابيسو لا غوارديا نافال ماروكي الدرك الملكي الشرطه القضائيه وتدخل الفوري مطلوب من المكان غوارديا سيفيل ان كورديناسيون كون لا بوليسيا ماروكي غوارديا نافال بريبارينسي بارا لا كابتورا تعال ندعو سايد الصوره المتابع راه مشكوك فيه في منطقه الفنيدق سميتي علي مربوح عندي 30 عام الا قتلت الوالد ديالي في الحقيقه ما مات بوحدو كيجبي الله فحال اللي قتلته حيت ما وقفتش معاه ما كنتش معاه دابا مشى بلا رجعه خصني نولي راجل انا اللي خصني نوقف على رجليا انا اللي خصني نوقف في بلاصتو